أول سيارة بالتاريخ كانت سيارة بخارية اخترعها جوزيف نيكولاس كونيوك وهو فرنسي الجنسية. كانت سيارة بخارية تمشي لمدة 20 دقيقة وتقف بعدين يمولوها تمشي. بعدين اجا المهندس غوتليب ديملر، هو أول من اخترع سيارات البنزين. شركة ديملر هي أول من اخترعت سيارات البنزين. سنة 1901 جاء مخترع نمساوي اسمه إيميل بلينك، اخترع أول سيارة بنزين 35 حصان وأخذ عليها براءة اختراع، سماها مرسيدس. ليش سماها مرسيدس؟ على اسم بنته مرسيدس. فدائما بتلاقوا كل بنات بأوروبا وأمريكا اللي اسمها مرسيدس موزز. هذه مرسيدس، شوفوا هذه مرسيدس مزة مزة وهي واقفة. الأيام هذه إذا مرسيدس تمشي بتخافوا، خافوا تمشي بالشارع، بس هي واقفة روعة. طبعا هؤلاء المخترعين كانوا صيع، ولكن أمهاتهم كانوا يدعولهم ليل نهار لصاروا مخترعين كبار. شوفوا دعاء الأم، أنتوا أمهاتكم تدعي لكم طول العمر لتصيروا دكاترة، وبالنهاية بتصير أستاذ لغة عربية، ترجع تقعد على القهوة. شيش شيش شيش.